يلا نضحك يلا نرنم ضحكة وترنيمة يلا 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 نلعب يلا نصلي جديدة وقديمة نتعلم منها محبة الله وكل الناس منصلي معكم من كل قلبنا بكل إحساس ضحكي 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 وترنيمة ضحكي 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 وترنيمة مرحبا أحباء الأطفال وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من ضحكة وترنيمة. أنا اليوم كتير كتير مبسوط محضر لكم ترنيمة حلوة كتير كتير، بس في سؤال بدي أسأله، مين بيعرف قصة دخول يسوع إلى القدس؟ أنا نسيتها. أمير طب احكي لنا إياها يا أمير. جاهزين تسمعوها؟ جاهزين. هذا في يوم من الأيام كان يسوع رايح على القدس، وهو رايح الناس صارت تزت سعوف النخل على الأرض وكمان تحط أوعيها. بتعرفوا ليش؟ ليش؟ عشان يسوع ما كانش زي أي واحد، كان ملك. هم كمان كانوا بفكروا إنه جايهم ملك عشان يحرر بلادهم، بس إيش يسوع كان متواضع كتير كتير، وأجا وركب جحش. وبتعرف كيف كانوا الناس يصرخوا وينادوا وكانوا يحكوا أصلنا في الأعالي مبارك الآتي باسم الرب، يعني إنه هو يسوع كان بده يخلصهم. أصلنا يعني خلصنا يا رب خلصنا. برافو عليك يا أمير، هيك حافظ القصة كلها. برافو برافو. طيب شو رأيك نرتل فيه ترنيمة بخصوص هذا الموضوع اسمه أصلنا 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 في الأعالي؟ بتعرفوها مزبوط؟ بعرفها. طيب خلينا نجربها مع بعض. واحد اثنين ثلاثة. أصلنا 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 في الأعالي، أصلنا 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 في الأعالي، نجد ونرفع اسمك ونعلي مجدك ونفتخر بشخصك. أصلنا في الأعالي ونعلي مجدك ونفتخر بشخصك. أصلنا في الأعالي. برافو عليكم، هيهم حافظينها، حافظين القصة وحافظين الترنيمة كتير منيح. أنا مبسوط من أصدقائي. شو رأيكم أحباء الأطفال تشاركونا الترنيم؟ سهلة كتير وحلوة كتير كتير. جاهزين؟ جاهزين. واحد اثنين ثلاثة. أصلنا 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 في الأعالي، أصلنا 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 في الأعالي، نجد ونرفع اسمك ونعلي مجدك ونفتخر بشخصك. أصلنا في الأعالي، مجدا 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 لرب الأرض، مجدا 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 لرب الأرض، نجد ونرفع اسمك ونعلي مجدك ونفتخر بشخصك. أصلنا في الأعالي. برافو عليكم يا أصدقائي، أبدعتم اليوم أبدعتم. أحباء الأطفال إن شاء الله تكونوا انبسطتوا معنا. استنونا المرة الجاي في حلقة جديدة. هلأ خلينا نقولهم باي 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 باي.